صباح عليكم مشاهدينا في كل مكان، لكن دلوقتي تعالوا نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبدا طبعا كالعاده من محافظه القاهره. وتعالوا بينا نروح على طول على كوبري اكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المروريه. شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل بالتدريج لحد ما نوصل لغمره. بس كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مروريه. اما شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وفي كثافات عند الوايلي ولحد كوبري الساحل والاميريه. الكورنيش من المظلات كمان لحد وسط البلد في كثافات مروريه نما بسيطه ومتقطعه. اما المتجه للمؤسسه في سيوله مروريه هناك ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. تعالوا نشوف محافظة الجيزة ونروح على طول على شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وفي كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وكمان في شارع فيصل كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. طريق المحور القادم من أكتوبر فيه كثافات مرورية قبل الدائري وبتستمر لغاية سلم أرض اللواء، وبعدين فيها سيولة مرورية في شوارع المهندسين وحتى كوبري 15 مايو. أما المتجه لأكتوبر فيها سيولة مرورية. محافظة اسكندرية فيها كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع كمان جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية إنما متحركة. خلونا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. كمان هنلاحظ فيه كثافات مرورية إنما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية عند شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت جولتنا المرورية.